في العيد ولا بتقضي في البيت؟ يعني أحياناً وأحياناً على حسب. لا بقضي في البيت. بتخرج في العيد ولا بتقضي في البيت؟ لا في البيت. ما بتخرجش خالص في العيد؟ بكون في الشغل. بنخرج طبعاً، بنخرج بقى طبعاً، بنروح سينما الكلام ده، وبعد كده بقى بنسافر الساحل في العيد. بابا مقتنع ان في العيد الدنيا كلها زحمه، فلازم نقعد في البيت بقى عشان الدنيا زحمه طبعا بره. البيت تعمل ايه في البيت؟ ولا اي حاجه، نايم. بنخرج. بتروح فين؟ عادي، بنروح اي حته ولا بنسافر على حسب يعني. نخرج ما نعرفش نقضي في البيت. بتروح فين؟ السينما، بنروح نتفرج على افلام. طبعا بنخرج هناك، وعندنا ارض زراعيه وكده بنروح نقعد فيها، والدنيا جميله يعني. دي في الشغل ولا ده ولا ده، حرفيا ولا ده ولا ده، الاربع ايام في الشغل، يوم اجازه وممكن يوم تاني اطلع السخنه بقى يوم كده، بس الاربع ايام كله انا بقسم الايام، يوم مع اصحابي، ويوم بخرج مع عيلتي، ويوم بصور بيت جدي، واليوم الرابع بقى بنام مثلا او باكل لحمه او اي حاجه، بس بقضي في البيت، خليه للبيت. اكيد في البيت، بنبقى لسه مخلصين شغل وبنقعد في البيت. لا بجد. بتقضيها نوم؟ نوم بقى، بس مش النوم قوي بصراحه، المهم نقعد في البيت. لو هم خرجوا انا اخرج معاهم، لو ما خرجوش احنا كده مقضينا في البيت. هم اساس خروجتي يعني. هم مين؟ صحابي. لا هم. طب لو خرجتوا هتخرجوا فين؟ حياتنا كلها وسط البلد.